عواقب إسكات الجينات. فقدان بعض الجينات يمكن تعويضه بجينات أخرى. استطاع العلم مؤخرا التلاعب بالجينات من خلال تعطيل بعض الجينات المسببة لعدد من الأمراض، لكن مع التقدم بالتجارب يبدو أن تعطيل جين واحد لا يعتبر كافيا للتخلص من أثره الممرض. هل هذا يعني أن هناك جينات تبقى فعالة حتى لو تم تعطيلها؟ سنحصل على الجواب من التجربة التالية. فقد وصلت مهارة أخصائي الجينات والبيولوجيا الجزئية إلى الذروة، فباستطاعتهم الآن وبسهولة أن يعدلوا الجينيوم باستخدام طرق القطع الأنزيمي لأجزاء من الحمض النووي منقوص الأكسجين DNA في الجين، والتي تشفر البروتينات الوظيفية. تسمى هذه العمليات بالجين نوك أوت. كما تتوفر حاليا أساليب مبتكرة تهدف إلى كبح عمل المورثات ومنع ترجمتها إلى بروتين باستخدام مواد وجزيئات خاصة مثل جزيئات الـ RNA الصغيرة microRNAs، وتسمى هذه الأساليب بالجين نوك داون. بغض النظر عن اختلاف هذه الأساليب وتنوعها، فإن النتيجة المشتركة بينها جميعا تكمن في إسكات المورثة وإعاقة إنتاج البروتينات الوظيفية المحددة. لاحظ الباحثون أن آثار اللعب بالمورثات تتغير من حالة لأخرى ومن الصعب توقعها. فعندما يقوم الباحث بإسكات الجين بطريقة ما، فإنه في النهاية يسعى إلى منع تشكل البروتين الذي يشفره الجين المدروس. لكن في حالات كثيرة يستمر الجسم بتركيب البروتين رغم كبح مورثاته. سببت هذه الظاهرة تساؤلات كثيرة عند الباحثين من مجموعة ديدر ستينرز في كلية ماكس بلانك انستيتيوت لدراسة القلب والرئة، وقد نجحوا في تفسيرها مؤخرا بعد دراسات عديدة أجريت على مورثة AGF17 الخاصة بسمكة الزرد زيبرا فيش. هذه المورثة تشارك في عملية إنتاج النسيج الضام جدران الأويات الدموية، وبالتالي فإن نمو وسلامة الأويات الدموية لسمكة الزرد يتم تنظيمه بواسطة هذه المورثة AGF17. في البداية أراد الباحثون أن يعرفوا ما سيحصل في جسم السمكة بعد كبح مورثة AGF17. يقول أعضاء الفريق أندريا روسي وزكاريا سكونتراكيس، عند كبح الجين خلال عملية النوك داون فإنه من المتوقع حدوث خلل في نمو الأوعية الدموية، وعلى العكس من ذلك إذا تم حذف المورثة نفسها من خلال تلاعب جيني فإن نمو الأوعية الدموية لن يتأثر، بالرغم من قيام الباحثين باستخدام تقنية النوك داون لحذف مورثة AGF17 بشكل مؤكد في يرقات سمكة الزرد، فإن هذا لم يسبب أي اضطراب في نمو الأوعية الدموية. دفعت هذه النتائج الباحثين إلى التفكير بوجود آليات تعويض تكمن في وجود جينات إضافية تعمل على تعويض الجينات المكبوحة وتتولى وظيفتها. فتوجه فريق الدراسة إلى البحث عن الجينات المنقذة، وبعد إجراء مقارنة دقيقة بين سمكات الزرد الحاوية على جين AGF17 وأخرى لا تحتوي عليه، لاحظوا وجود كمية كبيرة من mRNA الRNA الرسول والبروتينات الجديدة في السمكات التي تم حذف مورثة AGF17 لديها. وكمثال على هذه البروتينات هو بروتين إميلين 3P الذي لوحظ ارتفاع نسبته في الأسماك الخالية من مورثة AGF17. يشير هذا الاكتشاف إلى دور الإميلين 3B في تعويض فقدان المورثة AGF17. ستكون الخطوة التالية في هذا البحث محاولة الإجابة على السؤال: كيف تعرف المورثات بأن هناك مورثة ما تم حذفها ويجب تعويضها؟ سيحاول الباحثون الإجابة على هذا السؤال في أقرب وقت. ينصح الباحثون زملائهم حاليا بأن يكون لديهم إلمام شامل بالعواقب الناجمة عن الحذف والكبح الجيني قبل البدء بتطوير العلاج القائم على حذف وإسكات الجينات الممرضة، وذلك ليتمكنوا من تقدير الآثار الناجمة عنها على الجسم الحي ولتوقع جدوى هذا العلاج بشكل عام.